شوف يا أخي، لا يغني حذر من قدر. قصة طريفة، يعني في أخ عاوز يحلق لحيته، ما يحضرش الدروس ولا يقرأ قرآن ولا ينسلخ من كل حاجة، خوفا من أن ينزل به مكروه. إيه يا راجل طيب، أنت مسكين مسكين. يعني قصة أن كان فيه هناك واحد مطلوب، أظن كان اسمه باين سالم، محمد سالم، ومطلوب من إحدى مدن الصعيد. الراجل ده كان طفشان، وفي هناك واحد بنفس الاسم. الواد ده يعني بتاع حديد وبتاع صور، البيت بتاعه كله عبارة عن صور بتاع الملاكمين اللي عامل كده واللي عامل كده واللي مش عارف ايه، وجنب صور الجماعة بتوع العضلات دول صور للراقصات والبتاعات، وبيشرب جوزف جنب الركن كده فيه الشيشة، واخد بالك ازاي. فالمهم دخلوا طيروا الباب، انت فلان؟ ايوه نعم. طبعا دخلوا متلاقوا مجلات الخليعة والجوزة، فظن ان هو ده ايه، حركة تمويه على اعلى مستوى. المهم اتمسح مسح، تعرف فلان؟ لا. فلان لا. يتعجب برضه الواد ده، واد تقيل. وتم ترحيله القاهرة، واخد بالك ازاي، وقعد عدة سنوات كانت له بركة وفتحة، واخد بالك ازاي، ما شاء الله تم القرآن وتسنن وكانت قصة جميلة جدا وطريفة يعني. فشوف هو كان فين وراح فين، سبحان الله. فلوني حذر من قدر، ممكن يطلع شبهك شبه واحد مطلوب، وانت ماشي في حالك تقوم ممسوك. يا سيادنا انا مش عارف الناس دول، يا سيادنا والله انا طب اعمل ايه؟ طيب تعال بس معانا كده لغايه لما ايه نشوف وضعيتك. الله المستعان. استمسك بالذي هو خير، واعتصم بحبل الله عز وجل، وان شاء الله يعني اسال الله تعالى ان يرزقك السداد والرشاد.